توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، صادرة في حق أحد منهم 7 أوامر بالقبض تتراوح أعمارهم بين 21 سنة حتى 45 سنة. أطوار قضية الحال انطلقت استنادا لمعلومة أمنية مؤكدة مفادها عزم أطراف قضية الحال على تنظيم صفقة بيع وشراء لكمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي على مستوى أحد الأحياء بمدينة بغرب العاصمة. بعد عملية ترصد واسعة تم توقيفهم في حالة تلبس مع ضبط وحجز كمية معتبرة من القنب الهندي قدرها 19 كيلوغرام، سلاح أبيض محظور، 4 هواتف نقالة تستعمل اتصال بين عناصر الشبكة، مبلغ مالي قدره 28 مليون سنتيم، ومركبة نفعية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليمية.